كاين سي المقري يوم الأربعاء 20 فبراير اجتماع على المعارضة في مقر حزب العدالة والتنمية لسعد الله جاب الله اللي بادر بجمع المترشحين للمعارضة، تكونوا حاضرين فيها؟ نعم سنحضر. احنا يعني بالمناسبة جاتنا الدعوة اليوم فقط، يعني اليوم فقط. يعني هل أنتم متفقين مع فكرة مرشح توافق المعارضة في الانتخابات؟ احنا مش قادرين فقط هذه الفكرة، احنا سعينا لها لأننا احنا يعني بعد اثناء سعينا للتوافق الوطني السلطه ومعارضه، ثم بعد فشل موضوع المرحله الانتقاليه تاع سنه، اتصلنا بالمعارضه قلنا لهم احنا مستعدين نتفاهموا على مرشح واحد، ورحنا لشخصيات في مقراتهم وفي بيوتهم وتكلمنا معهم، واذا اقتضى الحال في يوم من الايام نتكلموا على كل شيء نتكلموا على كل شيء، وقلنا لهم يعني ما احنا مش حابين نحرجهم، ولكن ممكن جدا اذا الامور تطورت وصار لازم نبينوا الحقائق، يعني سنبين الحقائق، وقلنا لهم باللي احنا عندنا استعداد، وذكرنا بعض الاسماء، يعني ذكرنا يعني مثلا احنا كان فيه لقاء يعني حاضري في بعض افراد المعارضه، يعني عدد منهم اقترحنا قلنا لهم اختاروا بن فليس، اختاروا بن بيتور، اختاروا حمروش، اختاروا سيبوشاشي، اذا المعارضه كلها اجمعت على واحد من هؤلاء احنا مستعدين نسندوه، والشهود موجودين يعني وحتى حتى حتى مصوره الجلسه هذه على كل حال، يعني يمكن نخرجوها يعني. وكذلك التقينا مع بعض الشخصيات المحترمه كذلك يعني اللي رحنا لهم يعني وقلنا لهم اذا عندكم انتم يعني ثقة في هذه الانتخابات وكاين كفاه يعني تضمن يعني الانتخابات ما يكونش كاين تزوير يعني، وعندكم سند من جهة أخرى مش غير احنا فقط يعني عندكم سند يعني من الجهات التي تستطيع أن تحمي الانتخابات يعني من مشكلة التزوير، احنا رانا معكم ما عندناش مشكلة يعني، ولكن احنا لم نجد جواب. لما ما لقيناش جواب ما التوافق ما مشاش في هذه المرحلة، المعارضة ما اتفقوش ما ردوناش الجواب، قررنا نترشحوا بها نحمل المشروع تاعنا وحدنا. دوكا طيب في حزب واحد اخر خذا المبادره من جديد، الاجتماع مرحبا سنحضر غدوه وسنستمع، اذا كانت فيها قرارات مثلا القرارات يكون ترشح واحد مستعدين سنسمع للجميع سنسمع احنا شوف احنا كل قراراتنا في اخر المطاف من الشورى ولي احنا سنستمع غدا لما ما سيعرض يعني سنرى ما عند اصحاب المبادره وبعد ذلك سنقرر، ولكن الفكرة من نحن المبدئية نحن نقبلها.